5 4 3 2 1. توج مصارع الجيدو الجزائري نور الدين يعقوبي ببطولة العالم للجيدو كهول التي جرت فعالياتها بميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، حين فاز على منافسه الجزائري مريح عمر في المباراة النهائية للبطولة. للإشارة، فإن هذا التتويج يعتبر الأول على المستوى العالمي للمصارع ليضيفه إلى سلسلة الألقاب الإفريقية الأخرى. المصارع الجزائري يعقوبي أعرب عن سعادته عقب تتويجه باللقب، مشيرا إلى أنه فخور بالفوز في بطولة الجيدو للكهول العالمية، وأن هذا التتويج يعتبر خاصا بالنسبة له، آملا تحقيق النتيجة ذاتها خلال الدورات المقبلة.